فيكم مشاهدينا، رجعنا لكم بحلقة جديدة من برنامجكم برنامج المسابقات والجوائز. ربحان ربحان، رمضان كريم، كل عام وانتم بخير. كل يوم بعد يوم على شاشة تلفزيون فلسطين طوال شهر رمضان المبارك، نفس الموعد بالضبط، موعدنا مع برنامجنا ربحان ربحان. أسئلتنا فلسطينية وسهلة، جوائزنا كاش. جاوب السؤال الأول واربح $50 كاش. حابب تكمل وتقوي قلبك للسؤال الثاني، $50 بتصيروا $100 كاش. بس لو ما حالفك الحظ هيك بتتحول على السحوبات ل 15 جائزة، كل جائزة بقيمة $100 آخر البرنامج. كمان بالإضافة للمعلومات القيمة عن بلدنا فلسطين. رمضان كريم، كل عام وانتم بخير، تابعوني بعد الفاصل. خلينا نشوف اول متسابق معنا في حلقة اليوم ونقول مرحبا. اهلا مرحبتين. رمضان كريم. الله اكرم. كل عام وانت بخير. وانت بخير. كيف اجواء رمضان معك؟ تمام الحمد لله. انت هلقيت في مدينة اللحوم وشو ناويين تطبخوا اليوم؟ والله شريت كذا شغلة ومش عارف يعني لسه ايش بالضبط. لسه مش محددين؟ لا لسه. الاسم الكريم. اياد النجار. اياد النجار. طبخين طبخة مش عارفين ايش هي طبخة اليوم؟ على الاغلب مشاوي. صحة وعافية. انت حاليا في برنامج المسابقات والجوائز ربحان ربحان. نبدأ؟ فكر. جاهز؟ جاهز. جاهزين. اصغر طبيبة فلسطينية حازت على جائزة عالمية. طبيبة؟ اصغر طبيبة فلسطينية حازت على جائزة عالمية. ما بعرف. في خيارات مثلا؟ للأسف ما فيش خيارات. لا ما هو سمعت اسمها بس نسيته. نحاول نتذكر. بعتذر منك بس هيك انت فتت معنا السحوبات، ان شاء الله بتكون جائزة من نصيبك آخر البرنامج. تابعنا. رمضان كريم، كل عام وانت بخير. مرحبا. هلا. رمضان كريم. عليكم جميعا. كيف أجواء رمضان معك؟ الحمد لله سعادة وأجواء الناس رغم الحرب ورغم الظروف ورغم علي لي صوتك ولا مع الصيام على الاخر نهيان؟ لا لسه يعني الحمد لله بنصوم وفي طاقه لنصوم اكثر كمان. الحمد لله. شو الاسم الكريم؟ مروان صقر ابو عواد. مروان. مروان. مروان شو بتشتغل؟ انا بدرس تمريض حاليا ومتطوع في الهلال الاحمر فلسطيني. كيف شغل التمريض بالفتره هاي المشحونه؟ طبعا والله شغل بده ضغط وبده جهد كبير، يعني زي ما انتم بتعرفوا مصيرات العودة والشغل السائر عليها وطبيعة العمل. أكيد ربنا يلطف ويعطيك العافية. أكيد انت هلقيت في برنامج المسابقات والجوائز ربحان ربحان. جاهز؟ تمام جاهز. نبدأ أول سؤال؟ تفضلي. أول سؤال بيقول أصغر طبيبة فلسطينية حازت على جائزة عالمية. أصغر طبيبة هي من الضفة؟ مرت عليك؟ إن مرت علي خبر ما مر عليك أصغر طبيبة فلسطينية؟ لا لا ما مر علي والله. ما مر عليك. إذا أنا هعتذر منك بس أنت هيك أخذت معنا كوبون، الكوبون بيحقق لك للسحوبات آخر البرنامج ل 15 جائزة، كل جائزة بقيمة $100. تمام؟ إن شاء الله بتكون معنا من الرابحين. رمضان كريم، كل عام وأنت بخير. أصغر طبيبة فلسطينية حازت على جائزة عالمية هي إقبال الأسعد وبلغ عمرها آنذاك 22 عام. خلينا نشوف سؤال ثاني ونشوف متسابقين إجداد مين معنا لليوم. رمضان كريم. الله أكرمك. شو الاسم الكريم؟ أحمد لباد. أحمد لباد شو بتشتغل؟ بشتغل في مطعم بالميرا. في المطعم، كيف الأجواء؟ كيف الضغط هلا؟ والله الحمد لله ماشي الحال، بس لكن وضع البلد هالأيام يعني كتير ضعيف حسب الرواتب شو أكثر أكلات مطلوبة؟ شو أكثر أكلة عليها ضغط؟ والله كل إشي أكيد، الشاورما هي أهم حاجة. وجبات يعني دائما مطلوبة كتير. الشاورما، تمام. بس أنت إيش طابخ اليوم في بيتك؟ والله أنا بفطر في المطعم مش في البيت لأنه علي دوام. بتروح عليك أكلة البيت وجمعة الأهل، معلش الشغل معوض. أنت حاليا في برنامج المسابقات والجوائز ربحان ربحان، تمام؟ خلينا نشوف قوانين المسابقة. المسابقة بتقول إنه بتجاوب السؤال الأول بتربح $50 كاش، بتكمل للسؤال الثاني الـ $50 بصيروا $100 كاش.
لكن لو ما حالفك الحظ بتروح عليك الخمسين، بس بتفوتي الصحبات ل 15 جائزة، كل جائزة بقيمة 100 دولار آخر البرنامج. تمام؟ جاهز؟ جاهز. بدي بصوت عالي، جاهز؟ جاهز. جاهزين. أول سور وجد في العالم هو سور مدينة؟ في خيارات شيء؟ مين أقدم مدينة؟ أريحة. إذن؟ أريحة. أول سور وجد في العالم هو سور مدينة القدس، جنين ولا أريحة؟ أريحة. أريحة الإجابة صحيحة، أنت هيك ربحت 50 دولار كاش، تمام؟ حابب تكمل ولا تكتفي؟ نكمل. لو جاوبت السؤال الثاني إجابة خاطئة بتروح عليك ال 50 دولار. إذا ما عرفناهاش بنقدر ننسحب. بتروح عليك ال 50 دولار، ممكن تنسحب هلا وتاخذ ال 50. لكن لو كملت للسؤال الثاني وجاوبت اجابه خاطئه بتروح عليك ال 50، بس بتفوت معنا سحوبات ل 15 جائزه، كل جائزه بقيمه 100 دولار اخر البرنامج. خلينا نكمل. بنكمل. نكمل؟ نكمل. نكمل. اجود انواع الزيوت في العالم هو زيت الزيتون؟ طبعا زيت الزيتون. اكيد. اوكي، زيت الزيتون اكيد. طبعا. وين، من وين جاء؟ من وين بيجي؟ من فلسطين. زيت الزيتون من فلسطين. الفلسطيني. هيك ربحت معنا 100 دولار، ألف مبروك. شو رح تعمل بالمية؟ أكيد مصروف للأهل وللبيت. إيه إن شاء الله بالهنا. أنت هيك ربحت معنا 100 دولار، ألف مبروك، رمضان كريم، كل عام وأنت بخير. خلينا نشوف متسابقين جداد مين معنا لليوم. متسابقين جداد مين معنا؟ مرحبا. اهلين. رمضان كريم. الله اكرم. اطلع على الكاميرا بس. مرحبا. رمضان كريم. رمضان. شو الاسم الكريم؟ هيلين بدران. لينا؟ هيلين. هيلين بدران. هيلين؟ هيلين بدران. هيلين و ابراهيم حسونه. ابراهيم، استاذ ابراهيم، انتم في برنامج مسابقات وجوائز ربحان ربحان، تمام؟ اول سؤال بيقول الديان عقل هي البطلة الحائزة على بطولة العرب في عيد كمال سعيد شكمر. الديان عقل بطلة حائزة على بطلة العرب في الجمباز. اعطينا خيارات نحاول. في عنا متسابقة اسمها أديان عقل، هي بطلة حائزة على بطولة العرب في تحدي القراءة. تحدي. هل في تحدي القراءة أم العلم المخبري أم الذاكرة الاستثنائية؟ الذاكرة الاستثنائية. نحاول. الذاكرة الاستثنائية. بدي إجابة أكيدة أخيرة. الذاكرة الاستثنائية. آخر جواب. صحيح، الذاكرة الاستثنائية. الذاكرة الاستثنائية الإجابة صحيحة، هيك ربحتوا معانا 50 دولار كاش، تمام؟ حابة تكملي؟ لا لا أنسى. هيك بتكتفي؟ أوكي. ألف مبروك ال 50 دولار، ربحتي معانا 50 دولار كاش. شو رح تعملي بال 50؟ لسه ما بعرف. ان شاء الله بتصرفيهم مصروف الهنا. تفضلي، الف مبروك، رمضان كريم. حنكمل معك سيد ابراهيم. تفضل. سؤال، ما هو اسم المدرسة الحائزة على المرتبة الاولى على المدارس العربية في مسابقة تحدي القراءة للعربي؟ في خيارات. مدرسة فلسطينية. مش خيارات عندك. للأسف للأسف ما فيش خيارات. ما هو اسم المدرسة الحائزة على المرتبة الأولى على المدارس العربية في مسابقة تحدي القراءة العربي؟ لا بعرف. انت هيك فتت معنا السحبات على 15 جائزة، كل جائزة بقيمة 100 دولار آخر البرنامج. إن شاء الله بتكون معنا من الفايزين، تابعنا لآخر البرنامج، تمام؟ ما هو اسم المدرسة الحائزة على المرتبة الأولى على المدارس العربية في مسابقة تحدي القراءة العربي؟ هي مدرسة طلائع الأمل الفلسطينية. خلينا نكمل لنشوف متسابقين جداد معنا في حلقة اليوم. المتسابقين اللي معنا هلأ مين معنا؟ مرحبا. أهلا وسهلا بك. أهلا فيكي. تعالي بس خلينا نتفرج، نطلع على الكاميرا. شو الاسم الكريم؟ خلود الخطيب. علي صوتك يا خلود. خلود الخطيب. خلود الخطيب. ومعنا مصطفى الخطيب. مصطفى الخطيب، اهلا وسهلا فيكم في برنامج المسابقات والجوائز ربحان ربحان، تمام. اول اشي ايش طابخه اليوم؟ طابخه ان شاء الله فاصوليا. فاصوليا؟ فاصوليا. مفيده الفاصوليا كثير. بتحبها؟ فاصوليا طبعا اكيد. ولا مغلوب على امرك؟ لا لك المفضله لعندي. والحلو؟ انا بجاوب قطايف. قطايف.
اكيد لطيف لطيف. اوكي، صحة وعافية على قلوبكم يا رب. خلينا نبدأ المسابقة. اوكي، فتحها المسلمون في العام 634 ميلادي منطقة فتحها المسلمون سنة 634 ميلادي. ناخذ خيارات، الناصرة، عكا، أم طبرية؟ طبرية، خليك توكل على الله. طبرية. طبرية. متأكدين؟ إن شاء الله. لو كانت الإجابة خاطئة بتخسروا الخمسة، بتخسروها. تمام. تمام؟ الإجابة صحيحة، طبرية. فتحها المسلمون في العام 634، أسسها الرومان عام 20 ميلادي، وسيطر عليها الصليبيون في العام 1240 ميلادي. خلينا نشوف السؤال الثاني. نبدأ؟ تفضل. طيب مش حابين تكتفيوا بالخمسين؟ بلاش يروح عليكم. نكمل للسؤال الثاني؟ توكل على الله. نكمل للسؤال الثاني. السؤال الثاني بيقول استعادها صلاح الدين الأيوبي من الصليبيين في العام 1187. ما هي المنطقة اللي استعادها صلاح الدين الأيوبي من الصليبيين في العام 1187 ميلادي؟ ناخذ خيارات. تفضل. الخيارات بتقول هل هي القدس أم طبرية أم الخليل؟ أنا أعتقد طبرية. القدس، الخليل، أم طبرية؟ طبرية. لا. يعني هو اللي بيجاوب، أنت تبعتي قراري. لا طبرية. طبرية، الخليل، القدس. القدس أنا بقول. لا طبرية. طب علي لي صوتك. طبرية. 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 الإجابة صحيحة، طبرية. استعادها صلاح الدين الأيوبي من الصليبيين في العام 1187 ميلادي. هيك بتكونوا ربحتوا معانا 100 دولار كاش. ألف مبروك. شو ناويين تعملوا بال 100 دولار؟ الحمد لله رب العالمين. مصروف للبيت، الحمد لله رب العالمين. مصاريف البيت؟ مصاريف للبيت. رمضان كريم، كل عام وأنتم بخير. أجار البيت ممكن، نحط له أجار البيت. ممكن. أوكي تمام. مصيف الحمد لله رب العالمين. تمام. وانت بخير. وانت بخير يا رب. رمضان كريم. الله. تفضلي. الله يكرمك. رمضان كريم. يعافيك. الله يعافيك. تسلموا ان شاء الله. حابه توجهي تحيه او كلمه عبر شاشه تلفزيون فلسطين؟ شكرا للتلفزيون فلسطين، وكل عام هو بخير، وان شاء الله كل سنه وانتم سالمين دائما يا رب. كل عام وانت بخير. صحة والسلامة. كيف أجواء رمضان معك؟ والله الحمد لله رب العالمين. رضا من ربنا. رضا من ربنا الحمد لله. رضا من ربنا الحمد لله. احكي لي شو اسمك؟ شكري حميد أبو داود. شكري. شكري ايش بتعمل في حياتك؟ والله قاعدين اليوم يعني في الوقت الحالي. ما فيش شغل؟ ما فيش، لا الحمد لله. عاطل عن العمل. صحيح. زي حال أغلب الشعب. صحيح، أغلب الناس. إن شاء الله بتفرج. شكري، أنت في على شاشة تلفزيون فلسطين، حابب توجه تحية أو كلمة لحدا؟ أنا بوجه تحية للرئيس وبتمنى له السلامة. نطلع على الكاميرا. بوجه تحية للرئيس والأهل في الضفة كلهم، وبتمنى للرئيس السلامة، وإن شاء الله يقوم بالسلامة يا رب. إن شاء الله. خلينا نبدأ أول سؤال. أول سؤال بيقول كم كيلو متر تبعه الطبرية عن القدس؟ تبعه الطبرية عن القدس؟ ما فيش خيارات؟ نحاول. والله هي تبعد يعني، مش بسيطة المسافة. تبعد، أنا عارفة أنها بتبعد. كم كيلومتر؟ كم كيلومتر يعني؟ نقول 70-80. بدي أعتذر منك، أنت هيك فتت معنا للسحوبات ل 15 جائزة، كل جائزة بقيمة 100 دولار آخر البرنامج، إن شاء الله بتكون معنا من الرابحين، شارك تابعنا لآخر البرنامج. كيلومتر تبعد طبرية عن القدس؟ 198 كيلومتر. ومن معالم طبرية المدينة مبنى السرايا العثماني في وسط المدينة. نشوف متسابقة جديدة معنا لليوم ونقول مرحبا. مرحبا. أهلين مرحبا. تعالي بس على الكاميرا. مرحبا. أهلين مرحبا. رمضان كريم. الله أكرم. شو الاسم الكريم؟ منال الحرزين. منال الحرزين. منال الحرزين. أول إشي أنت على شاشة تلفزيون فلسطين في برنامج المسابقات والجوائز ربحان. حابة توجهي تحية لحدا عبر شاشة تلفزيون فلسطين؟
بقول للشعب الفلسطيني كل عام هو بألف خير يا رب. وانت بخير يا رب. منال احكي لي ايش طبخين اليوم؟ شنيتسل. شنيتسل ماشي حاله صح؟ ماشي الحال. طيب والحلو؟ قطايف. 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 اوكي. نبدأ المسابقة؟ قانون المسابقة بيقول جاوبي السؤال الأول بتربحي $50 كاش، حابة تكملي للسؤال الثاني وتقوي قلبك ال $50 بصيروا 100، لكن لو كانت الإجابة خاطئة بتروح عليكي ال 50 بس بتتحولي للسحب على 15 جائزة، كل جائزة بقيمة $100 آخر البرنامج. جاهزة؟ إن شاء الله. نبدأ أول سؤال. تفضلي. بدي صوت عالي. تفضلي. نتفضل. أوكي. إحدى هذه القرى ليست في مدينة الخليل، حلحول، الفوار، دير غزالة. دير غزالة. طب متأكدة؟ فكري شوي. دير غزالة. دير غزالة. دير غزالة. وتقع دير غزالة في محافظة جنين، كبرى محافظات الضفة الغربية. هيك بتكوني ربحتي معانا $50 كاش. حابة تكملي؟ نكمل. نكتفي؟ لا بنكمل. نكمل؟ نكمل ولا نكتفي؟ لا بنكمل. نكمل. السؤال الثاني بيقول تقع مدينة القدس إلى الشرق أم الجنوب أم الشمال الغربي من البحر الأبيض المتوسط؟ الشرق. أين تقع مدينة القدس؟ الشرق. من الشرق، هي إلى الشرق من البحر الأبيض المتوسط. ألف مبروك، ربحت معانا $100 كاش. شو حتعملي بالمية؟ شو حعملكم؟ حكسي الأولاد والله. حتكسي الأولاد؟ رمضان كريم، كل عام وأنت بخير، ألف مبروك، ربحتي $100. رمضان كريم. رمضان كريم. الله أكرم. شو الاسم الكريم؟ حسام الجمل. حسام؟ حسام ايش بتشتغل؟ انا بشتغل في صيانة، مجال الصيانة. في؟ صيانة وبرمجة. في الصيانة. طب نتفرج على الكاميرا. تمام؟ حابب تهدي حدا عبر شاشة تلفزيون فلسطين؟ اكيد بنهدي كل شعبنا الفلسطيني واهلنا وقرايبنا وكل الدنيا وكل عامهم بألف خير يا رب. وانت بخير. انت في برنامج المسابقات والجوائز ربحان ربحان. تمام؟ قانون المسابقة بيقول بتجاوب السؤال الأول إجابة صحيحة بتربح $50 كاش. تمام. بتكمل للسؤال الثاني وبتجاوب إجابة صحيحة ال $50 بيصيروا $100. $100 كاش. لكن لو كانت الإجابة الثانية إجابة خاطئة هيك بتروح عليك ال $50 بس بتفوت معنا سحوبات ل 15 جائزة، كل جائزة بقيمة $100 آخر البرنامج. جاهز؟ تمام. نبدأ؟ تمام. تعتبر منطقة النقب نصف مساحة فلسطين وتتخذ شكلا مثلثا مربعا دائريا. مثلثا. مثلثا. الإجابة صحيحة، هيك ربحت $50 كاش. تمام. تمام؟ تمام. حابب تكمل؟ لا. أو تكتفي؟ أكتفي. تكمل؟ لا. إذن هيك متسابقنا اكتفى بال$50. ألف مبروك، رمضان كريم، كل عام وإنت بخير. الله أكرم. رمضان كريم. العفو. حابب تفوت معنا مسابقة؟ طبعا. نبدأ أول سؤال؟ تفضلي. السؤال بيقول 360 كيلومتر هو طول الحدود الفلسطينية مع دولة الأردن، مصر، سوريا أم لبنان؟ الأردن. 360 كيلومتر هو طول الحدود الفلسطينية مع دولة الأردن. الإجابة صحيحة، ربحت معنا $50 كاش. حابب تكمل؟ طبعا. ولا نكتفي؟ لا طبعا بكمل. لو كان السؤال الثاني جاوبته إجابة خاطئة هيك بتخسر ال50. لا إن شاء الله بيبقى صح. نكمل للسؤال الثاني. السؤال الثاني بيقول 76 كيلومتر هو طول الحدود بين فلسطين وسوريا أم مصر أم لبنان؟ سوريا. سوريا أم مصر أم لبنان؟ سوريا. الإجابة صحيحة، سوريا. وطول الحدود مع لبنان 79 كيلومتر. هيك بتكون ربحت $100. ألف مبروك، ربحت معنا $100. رمضان كريم، كل عام وإنت بخير. خلينا نشوف متسابقين جداد. رمضان كريم. الله أكرم. حابب توجه رسالة أو تحية عبر شاشة تلفزيون فلسطين؟ حابب أوجه تحية للشعب الفلسطيني كله بمناسبة شفاء الرئيس الفلسطيني أبو مازن. طب نطلع على الكاميرا. على الكاميرا. أنت في برنامج المسابقات والجوائز ربحان ربحان. تمام؟ جاهز؟ جاهز إن شاء الله. إيش طابخ اليوم؟ اليوم لسه مش هذا السؤال الآن. مش هذا السؤال الآن، مش عارفين لأني جاي أشوف إيش بدنا نطبخ اليوم. طب إيش قررت؟ لسه ما قررتش.
ان شاء الله بتقرر يعني ويكون اكل زاكي ان شاء الله. ان شاء الله نبدا اول سؤال. السؤال بيقول: تمتد من سهل الحولة شمالا وحتى وادي عربة جنوبا، هل هي جنين ام الضفة الغربية ام الاغوار؟ الاغوار. الاغوار. تمتد من سهل الحولة شمالا وحتى وادي عربة جنوبا. الاجابة صحيحة. الف مبروك، ربحت معنا 50 دولار كاش. رمضان كريم، كل عام وانت بخير. السؤال بيقول: مثل شعبي فلسطيني يقال الذي لا يستطيع تحقيق هدف ما فيأخذ في الذم فيه والتقليل من أهميته. من حدا مش قادر يحقق هدف معين فبيروح يذم في الهدف بدل ما يروح يحققه. في خيارات؟ لا، مثل قصي قصي زي عيد. علي لي صوتك. قصي زي عيد. انا مش فاهمه اشي. قصي زيد عيد. لا، هو مش هذا المثل. يعني مثل فلسطيني شعبي يقال الذي لا يستطيع تحقيق هدف ما فياخذ في الدم فيه والتقليل من اهميته. قصير الديل يزعر. قصير الديل يزعر. الاجابه صحيحه. هيك ربحتي 50 دولار كاش. تمام؟ حابة تكملي؟ لا خلص. تكتفي؟ الحمد لله. ألف مبروك، رمضان كريم، ربحتي معانا 50 دولار كاش. مرحبا. أهلين. رمضان كريم. علينا وعليك يا رب. شو الاسم الكريم؟ مريم. مريم عبيد. مريم عبيد. مريم، إيش بتشتغلي أو إيش بتدرسي؟ بدرس تربية لغة إنجليزية. كيف لغتك الإنجليزية؟ تمام؟ تمام، كويس. تمام. طيب، ايش طبخين اليوم؟ ايش طبخين اليوم؟ همبرجر. همبرجر، تمام، اكيد حتساعدي فيه. ها اكيد. صحة وعافية على قلوبكم يا رب. انت في برنامج المسابقات والجوائز ربحان ربحان، يعني كل مشترك معانا ربحان ربحان. تمام، نبدأ المسابقة. اوكي، نبدأ المسابقة ونقول أول سؤال: مثل شعبي فلسطيني يقال الدلالة على أن الأخلاق والسلوكيات تتشكل حسب الصديق الذي نصادقه ونمشي معه. عاشر اللي بيغني بتغني. وعاشر اللي بيصلي بيصلي. إذا عاشر اللي مصلي بتصلي وعاشر اللي مغني بتغني. ألف مبروك، ربحتي 50 دولار كاش. حابة تكملي ولا تكتفي؟ لا خلص. تكتفي بالخمسين. ألف مبروك، رمضان كريم، كل عام وإنتي بخير. مثل شعبي فلسطيني يعني أنه يملك الصنعة ولا يملك المال، يملك المعرفة ولا يملك المادة. العين بصيرة واليد قصيرة. العين بصيرة واليد قصيرة. ألف مبروك، ربحت 50 دولار كاش. حابب تكمل أو تكتفي؟ خلص، خلي لغيري. خلي لغيرك، هيك بتكون قنوع. ألف مبروك، رمضان كريم، كل عام وإنت بخير، ربحت معنا 50 دولار كاش. مثل شعبي فلسطيني يعني بما أن الشوك والنباتات الضارة تعيش في محيط الورد فإنها تأخذ جانبا من الاهتمام. كرمال الورد ينسى العليق. متأكد من جوابه؟ أكيد. متأكد من جوابه؟ أكيد. آخر إجابة؟ كرمال الورد ينسى العليق. كرمال الورد بينسى العليق، صحيح، الإجابة صحيحة. ألف مبروك، ربحت 50 دولار كاش. حابب تكمل؟ لا. تكتفيوا بالخمسين؟ أكيد. ألف مبروك، رمضان كريم، كل عام وإنتوا بخير. ألف مبروك، ربحتوا 50 دولار كاش. رمضان كريم، كل عام وإنتوا بخير. هيك بكون وصلت لنهاية حلقة اليوم من برنامج المسابقات والجوائز ربحان ربحان. تابعوني الحلقة القادمة. إلكم مني أطيب التحيات، إلى اللقاء.